ذكريات لدى السيد رشيد إدريس، وأذكر هنا بأن السيد رشيد إدريس تحمل الوزارة، كذلك تقلد في مناصب دبلوماسية هامة، سفير لتونس بواشنطن، مندوب تونس الدائم بالأمم المتحدة. تفضل سيد رشيد. بارك الله فيك. احنا اليوم في إحياء الأربعينية للزعيم الراحل، وبمناسبة هذا الحدث العظيم، الإنسان يتذكر ويتعظ تلك القوة العظيمة التي ملأت القرن، صارت اليوم ذكرا لمن يتعظ. كان بورقيبة. إني ربما الوحيد على قيد الحياة الذي واكب مسيرة الزعيم بورقيبة من سنة 34 إلى آخر أيامها. كنت مناضل في الحزب، رفيق في الهجرة، وزير، سفير، مبعوث خاص، جميع المراحل. وكان، وليس هذا المقام الذكر، كان لي مواقف طوال هذه السنوات العديدة. عندما أسمع هذه الذكريات أتذكر مراحل من حياتنا وكنا شباب، وأول ما دخلنا إلى الحزب الحر الدستوري التونسي القديم في أيام الانشقاق، وكان لنا الخيار أما أن نبقى جامدين في الحزب القديم أو نتحرك عاملين مع الحزب الجديد. ما هي دعوة الحزب الجديد ودعوة بورقيبة الذي كان هو في المقدمة؟ أولا، لا زعامة واحدة، لأن الشيخ عبد العزيز الثعالبي كان يدعو إلى الزعامة الواحدة، الزعيم الأوحد، ولا للطاعة العمياء، يعني بهذه العبارة، لأن الحزب القديم كان يدعو إلى الإخلاص وإلى الطاعة للحزب، باعتبار أن التحزب يعني يشترط الطاعة العمياء. جاء بورقيبة يحرر الشباب التونسي والشعب التونسي من كل هذه القيود. فكان الاختيار دعوة بورقيبة كانت دعوة إلى الحرية، إلى ممارسة المسؤولية، إلى المشاركة في الكفاح. دعوناه بالمجاهد الأكبر، يعني الأخ الحبيب بودعراس ذكر سنة 42، في الواقع هو قبل سنة 42، سواء في المناشير السرية أو في جريدة تونس الفتاة، وكنا في كل عدد ننشر صورة زعيم من الزعماء، لأنه بورقيبة ما كانش وحده، كان يمتاز لكن ما هوش وحده، يعني كان معاها ناس، وكان هنالك تجاوب بين القاعدة وبين القمة. كنا مثلا ندعو صالح بن يوسف الزعيم المجاهد الكبير، وندعو بورقيبة المجاهد الأكبر، وكنا ندعو المنجي سليم بالزعيم المحبوب، يعني هكذا، يعني باعتبار الإجماع الشعبي على هذه التسميات، وننشر بعض الأبيات الشعرية في تمجيد هؤلاء الزعماء،
لإذكاء الروح الوطنية في الشعب التونسي. حيث هذه ذكريات بقى في الشريط اللي شفناه، يعني هنالك بعض أغراض جزئية. أولا لم يذكر موقف عظيم من مواقف بورقيبة وجماعة بورقيبة، هو مقاومة التجنيس، يعني لم يذكر، وهي شيء أساسي يعني حتى في الاضطهاد الذي وقع فيما بعد كانت قضية التجنيس، كانت هناك إشاعة قضية جزئية مش واضحة، مش واضحة يعني، كانت إشارة بمناسبة الوفد الذي تقدم من المنسير يعني، لكن الحركة كانت أعم وأكثر. ذكر أنه المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة تعاون مع الأمير عبد الكريم في تأسيس مكتب المغرب العربي، هذا غير صحيح، يعني التعاون هو في تأسيس لجنة التحرير المغرب العربي التي لم تدم ولم يكن لها مفعول كبير لوجود خلافات بين المغاربة أي الجزائريين والمراكشيين والتونسيين، ومن سوء الحظ يعني الوحدة لم تتحقق إلى يومنا هذا. يعني هنالك مسألة يعني حبيت أن نقولها، هي مسألة تدويل الأراضي. يعني احنا اجتمعنا في الديوان السياسي بعض أسابيع قبل تأميم الأراضي واتفقنا على أنه ما فيش تأميم، وأنه يعني نعالج الموضوع الأراضي على طريق الإصلاح الزراعي لا على طريق التدويل. ثم يعني بعد أسابيع أخذ الرئيس بورقيبة مسؤوليته وقرر تدويل الأراضي مثل ما قرر يعني تحرير المرأة بمفرده، يعني هذه مسؤولية تاريخية أخذها ونجح فيها. مسألة أخرى يعني حبيت أن كان من الاهتمامات الرئيس بورقيبة شيء أساسي، هو يحب يكون من تونس قوة يعني دولة قوية مثل دولة إسرائيل، يعني في قوتها العسكرية والتنظيمية وكان يحلم، أقول يحلم بأن يكون له اتفاق مع أمريكا. هذا يخلينا ندخل إلى محور يعني مركزي أمريكا، وكلفت يعني رسميا كلفت بجس النبض، لكن الأمريكان ما كانوش على استعداد يعني لإبرام اتفاق مع تونس لإعطائها القوة والمناعة الكافية. أنا حبيت نرجع الموضوع يعني السلوك متاع الرئيس بورقيبة فيما يخص السلطة. يعني في بداية الحركة بالطبع كان متفتح يعني ومتفتح، لكن الظروف هي اللي جعلته من دون ما يغير المبادئ يسلك سلوك مختلف. والظروف هذه هي وجود خلافات ووجود مصالح، وجود مصالح، وفما يعني عنصر لابد نتنبه له في زعامة بورقيبة، هي زعامة ما هيش زعامة من فوق. يعني في زعامة بورقيبة هي فيه يعني حوار بيني وبين الشعب وبين الشباب دائما، يعني حتى بكثير من الأفكار يعني اللي هو يأخذها من الشعب يعني ثم يجعلها سياسة، بحيث هو من ناحية المبادئ ما غيرش مبادئ الحرية والديمقراطية، لكن في السلوك تغير لعدة معطيات، وهذه المعطيات كان لها تأثير. وإذا كان يعني حتى هو تغير يعني بصورة عامة يعني الشعب التونسي بقات فيه ثوابت يعني، والثوابت هذه هي شعور الشعب التونسي بضرورة
يعني الحوار بينه وبين زعامته الكلوفي.